يعني احكي لنا ايه اللي حصل. عادي، انا طلعت الصبح من جراشي، غسلت عربيه، نظفتها، روقتها، مفيش اي حاجه. عديت كوبري ثروه تماما، مفيش اي حاجه. وصلت لباب الجامعه تمام، شميت ريحه شياط ركن. بصيت في العربيه شمال يمين ورا قدام، مفيش. قلت دي مش بتاعتي انا بقى، الريحه دي مش بتاعتي انا. عادي دورت عربيتي ومشيت. وعند ما وصلت قبل باب الجنينه بحاجه بسيطه، لقيت دخنه. دي دخنه طالعالي مش من ورا مني. عند ما نزلت بقى وابتدي بقى اشوف العربيه، بفتح الشنطه لقيت نار طالعه جنبي، نار. سحبت الطفايه، وعبال ما اطفي شمال اطفي يمين، ناس نزلت كتير قوي بتطفي معايا، بس خلاص يعني. والمطافي ما بيني وما بينها ما فيش بتاع 500 600 متر صراحه جم، بس كان خلاص يعني، كان ربنا خلاص يعني امر لها بكده والحمد لله تمام. يعني احكي لنا اللحظات دي مرت عليك ازاي؟ لا الحمد لله يعني ما تتحكيش. طب احكيها. لا يعني ما تحكي ايه؟ واحد بيقول لك انت اتنجيت ازاي من العربيه دي؟ قلت له باذن ربنا، مش باذن انا، مش تنزلي من العربيه بالمنظر ده يعني، باذن ربنا بس. تخيليها انت ازاي يعني دي؟ عربيه بنص اللي ورا والع وانت قاعده جوه، ومره واحده بتفتح الباب بتبص تلاقي العربيه كان بير بترول اتضرب فيها، مش ولع، بير بترول اتضرب فيها. طبعا تطفي شمال تطفي يمين، لا خلاص انسى، خلاص هي اذنت بكده. اتصرفت ازاي يعني؟ عادي طفي، هعمل ايه؟ طفيت. ناس جت وراي بطفايات، عربيه الاسعاف مطفي جت ورا مني، مفيش 3 دقايق لقيتها في ظهري، بس كان خلاص هي خلاص خلصت نفسها بنفسها. انا قعدت اتفرج عليها، انا عن نفسي انا صاحبها مش قادرين نعمل حاجه، انا قاعد بتفرج عليها مش مصدق. مش هي دي، مش هي دي. لو فيها مسمار كنت اجري اعمله، لو فرد الكاوتش مريحه كنت بتاع الكاوتش اعمله. مش هي دي اللي تعمل معايا 12 سنه 10 عمر. مش 10 يعني، 10 جميله كمان يعني. وبعدين باب رزق، مفيش الا هي يعني الحمد لله، اقدر اقولش اكتر كده، الحمد لله من عند ربنا. انا عارفه ان حضرتك متاثر جدا وبتحاول ان انت تخبي ده، احنا طبعا عارفين قد ايه هي يعني حاجه صعبه ان انت تخسر فجاه مصدر رزقك الوحيد. لا يعني حاجه فظيعه، انت لو تخيل المنظر، انا لو معايا زبون راكب ورا انا ما كنتش لحقته، مش هلحق نفسي، ما كنتش لحقته هو. ما بالك انت بقى طالعه بتقولي يا فتاح يا عليم، وحصل معاك الرب ده يعني خلاص خلصت. انت قلت ان هي عشره عمر، احنا ازاي اشتريتها؟ هي دي اساسا كانت احلال. كان معانا عربيه وخدنا العربيه دي واحلال، بيني وبينها احلال يعني. واشتغلت عليها 12 سنه 2010، هي العربيه دي 2010 واشتغلت عليها والحمد لله، وصديت قسطها قبل ميعادها بكتير، و100 فل و14 وخلاص بقت هي. جمعت فلوسها ازاي؟ جمعت فلوسها، اقدر اقول لك انا ما كنتش بشتري حاجه، ما كنتش بجيب حاجه يعني. انا عايز اخلص قسط، مش عايز اخلص عربيه، او مش استنى القسط لما يجي لي واروح ادفعه، لا انا كنت 60 قسط دفعتهم قبل ميعادها بكتير. 60 قسط في بنك اسكندريه دفعته قبلي بكتير، والحمد لله واشتغلت عليها وفتحت بيتي ومشغلاني ومبسوط بيها وهي مبسوطه بيا. بس خلاص بقى العشره اتقطعت على كتفي. احكي لنا اكتر عن يعني، انت قلت عشره عمر وعلاقتك بيها، يعني ازاي كانت بتساعدك بتسندك؟ بشتغل بيها. دي شغل، ده مورد رزقي، ده انا بشتغل بيها. انا تنشا يعني بشتغل بيها، انا مشغلاني وفاتحه لي بيتي ومساعداني ومظبطاني وماكله عيالي وستراني، اهم حاجه يعني، اهم حاجه انها ستراني بس. عندي عبد الرحمن ومنة ووالدتي والحمد لله. انا عن نفسي زعلان، مش زعلان عشان العربية، زعلان عشان اللي يعني الفترة اللي احنا قعدناها مع بعض بس. مواقف ان هي من ساعة، لا من ساعة ما خدتها لحد النهاردة، قال لا انا قصرت معاه ولا قصرت معايا. لا يا يعني الحتين ما قصرناش مع بعض. انا لو فيها حاجه اجري اعملها، لو فيها شغل ميكانيكا اروح اعمله، شغل عفشه في ساعتها، لو فرد الكاوتش نايمه مريحه كده ما استناش انزل اعملها. النظافه دي اسبوعيا، عربيه 12 سنه ما عملتش الا مرتين بويا نظافه. 12 سنه، مش هقول لك سنه ولا اتنين، 12 سنه عملت مرتين بويا نظافه.
فتخيليها بقى كان شكلها عامل ازاي. ما كانش حد بينظفها الا انا، ما كنتش بخلي حد ينظفها والله العظيم، انا اللي كنت بنظف بايديا وانزل اغسلها واصحى الفجر انزل تحت اطلع الدواسات واغسلها وتمام. في عزة تجري معايا، في فرحة بتجري معايا، ده لوحدها بالدنيا كلها. يعني متى انا عن نفسي مراتي كانت بتتضايق منها تقول لي انت بتراعيها احسن ما بتراعينا. والله العظيم. بس الحمد لله. Thank you.